برحب بحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة إن لا حدث ولا حديث في الشارع المصري فوق أو غير عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد مدينة نيويورك. ده للمشاركة طبعا في فعاليات الدورة 69 من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. السؤال اللي بيسأله كل الناس في الشارع، وإحنا الإعلاميين وأيضا الصحف وكل من هو يعمل في هذا المجال، يا ترى خطاب السيسي ماذا سيحمل؟ ماذا سيحمل للعالم الخارجي؟ يا ترى هذا الخطاب اللي هيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هيكون فيه أكيد العديد من الأمور، العديد من النقاط الهامة اللي بيقدمها السيسي للعالم الخارجي. يا ترى هذه النقاط هتكون إيه؟ أولى النقاط هيكون إيه؟ كلامنا عن الإرهاب في الشارع هيكون إيه؟ التفجيرات اللي حصلت يوم السبت وبعد مغادرة الرئيس مباشرة، برضو هذه التفجيرات هتكون في صالح الخطاب ولا هتكون في عكس ذلك؟ هتكون إلى حد ما رسالة للعالم الخارجي إن مصر بالعكس، مصر مش بلد الأمان، وأن هناك نوع من أنواع عدم الأمان في مصر وعدم سيطرة أمنية. العديد من الأسئلة الحقيقة بتدور حول هذا الخطاب، وطبعا مش هننسى كمان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الأول ببراك أوباما. يا ترى هذا اللقاء هيكون نوع من أنواع فتح ملف جديد، أو يعني نقدر نقول صفحة جديدة للعلاقات الأمريكية، ولا هيكون لسه في نوع من أنواع المشادات أو عدم يعني العراقيل اللي شايفينها مؤخرا في علاقتنا مع أمريكا؟ الحقيقة العديد من التساؤلات هنطرحها، ومعنا للإجابة على هذه التساؤلات الدكتور حازم حسني، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. الحقيقة أول سؤال واللي بيطرح نفسه على الساحة، يا ترى خطاب الرئيس السيسي اللي احنا كلنا مستنينه ممكن يكون في إيه؟ أبرز النقاط اللي ممكن تكون في هذا الخطاب؟ يعني ما اقدرش اعرف الرئيس بيفكر في ايه، لكن بالتاكيد لكن كلنا لكن يعني نقدر نتوقع، يعني توقع انه وتوقعي شيء ورغبتي شيء اخر. يعني توقعي انه هو برضو الرغبه، لان احنا في رغباتنا كلها كتيره الحقيقه. فيعني انا اتوقع انه طبعا هيشير ل الارهاب، باعتبار انه الموضوع الذي يشغل بال العالم، فهي فرصه ذهبية لأنه يضع مصر في مقدمة الدول أو في الصفوف المواجهة للإرهاب، وبالتالي يعطي بعض، مش عايز أقول المشروعية، لكن خلينا نقول الغطاء الدولي لأي إجراءات ممكن أن تتخذها الدولة المصرية في مواجهة ظاهرة الإرهاب اللي هي بتعاني منها كل الدول تقريبا النهاردة. الولايات المتحدة الأمريكية لديها الآن خطة لمواجهة ما مع تنظيم داعش، وهي بالتأكيد تحتاج إلى دعم مصري لهذه التحركات، حتى لو مصر ما اشتركتش في هذه المواجهة عسكريا، لكن بالتأكيد هيحتاج دعم الدول السنية الكبرى في المنطقة. هو طبعا بيضمن دعم تركيا، لكن هو يهمه طبعا ان يبقى فيه دعم دولة سنية كبرى مقر الأزهر زي مصر، لانه هذا التنظيم هو تنظيم إرهابي او لا يمثل الإسلام، وبالتالي يعطي لحركته في العراق وفي سوريا غطاء انه هو ليس في حرب ضد الإسلام. بالزبط. فضروري يحصل على نوع من الدعم المعنوي من دولة مثل مصر، أو على الأقل يظهر الأمور وكأنه على خط واحد مع مصر. فأعتقد أنه في خطابه سيركز على فكرة الإرهاب، وأن مصر في مواجهة مع الإرهاب، وبالتالي نحن لسنا مارقين عن القانون الدولي ولا عن حقوق الإنسان وكل اللغة اللي الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول تضغط بيها على الدولة المصرية. يعني طيب حضرتك قلت في الأول في توقعات وفي أمنيات، إيه بقى ممكن تكون الأمنيات اللي حضرتك ممكن؟ يعني أنا عندي تخوف من أنه الرئيس السيسي، وأرجو أن لا يفعل هذا، يعني أنه يلجأ للغة تبريرية لما يحدث في مصر. يعني نبتدي نبرر للعالم إحنا ليه بنعمل وليه بنعمل. هذه اللغة التبريرية أتمنى أنه لا يلجأ إليها،
يتحدث بلهجة، يعني خطاب تهدئة إلى حد ما. لا أبدا. يتحدث بلهجة يعني أخشى إن هو بالضبط إن هو يحاول التهدئة. أنا أفضل إن هو يوجه خطاب بلهجة قوية، دولة واثقة من نفسها، تعرف ماذا تريد، تعرف ما هي الأخطار التي تواجهها، وأنها واثقة من نفسها ولا تبحث عن مشروعية تمنح لها من أحد. يعني هي الدولة تمنح مشروعيتها لنفسها من مشروعية أو منطقية ما تقوم به لحماية نفسها وحماية شعبها من الأخطار التي تهددها. لكن يعني أنا أيضا أتمنى أنه لا يقع في فخ الحديث عن الإرهاب، وهو يتحدث عن الإرهاب باعتباره بالضرورة يجب أن يتفق مع التعريفات التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية له، بمعنى أنه لابد وأن نحتفظ لأنفسنا بمساحة ما من الخصوصية والحرية. إحنا لنا الحق في أن نحدد من هو التنظيم، ما هو التنظيم الإرهابي وما هو التنظيم غير الإرهابي، ولسنا بالضرورة مضطرين لأننا نتطابق في وجهة النظر مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع دول أخرى في تعريفها لما يمكن أن نسميه تنظيما إرهابيا أو تنظيم غير إرهابي. هل أفهم من حضرتك بس معلش إن ده إلى حد ما إشارة إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو قبل السفر مباشرة بموافقته على مشاركة الإخوان في الحياة السياسية حال إن هم يتنازلوا عن الإرهاب أو عن موقفهم الإرهابي وأفعالهم الإرهابية؟ هو على فكرة ما قالش إنه هيتصالح مع الإخوان، يعني هو قال هم موافقين يعني على تكلمش عن انه هتتصالح. التصريح كان في شكل ان هو الموافقه على مشاركتهم ولكن بشرط ان هم كافراد ولكن ليس كتنظيم. ليس كتنظيم. انا ما اعتقد، يعني انا على الاقل لم افهم تصريحه على هذا النحو. يعني هو تنظيم الاخوان، هو اعتقد انه ادى لنفسه مساحه انه لن يعترف به ولن يتصالح معه لما قال انهم لابد وان يتخلوا عن قيادتهم الحالية. يعني هو هذا التنظيم القائم هو لن يقبله، ولكن الأفراد الذين انضموا في يوم من الأيام كأعضاء في الجماعة لكنهم ليسوا من القيادات التي تعبر عن حركة التنظيم، لكن مجرد أعضاء كانوا فيه في يوم من الأيام، فيمكنهم كأفراد انهم ينضموا للحياة السياسية بشروط معينة هو وضعها، الاعتراف بشرعية ما حدث في 30 يونيو وما حدث بعدها، والتخلي عن القيادات القديمة، بتعبير اخر التخلي عن التنظيم القديم وينخرطوا في تنظيمات سياسية لا تخلط الدعوي بالسياسي. فهو اعتقد وضع برضو شروط ان هو يعني لا يحرم مصري كان في يوم من الأيام منضما لتنظيم معين من أنه يشارك في الحياة السياسية لو أنه تخلى عن هذا التنظيم الذي أصبح من وجهة نظر الدولة المصرية على الأقل تنظيما إرهابيا، رغم أن أنا لي تحفظات شوية على هذا. لكن يعني حضرتك شايف برضو مجموعة التفجيرات التي أعقبت ذلك، يعني كان في عدد من التفجيرات طبعا كلنا شاهدناها، كان البعض قال أو يعني المنتمين إلى الجماعة قالوا أن هي رسالة إلى الغرب، خصوصا في وجود طبعا الرئيس السيسي في أمريكا، فهي رسالة إلى الغرب أن الدولة المصرية غير قادرة على توفير الأمن والأمان إلى في الشارع عندها، وإلى وجود عدم زي ما يقولوا يعني عدم رضا من الشارع المصري حول ما يحدث. دي كانت رسالة. وفي نفس الوقت البعض أشار أن بالعكس هذه التفجيرات يعني ستكون في حق الرئيس جيدة وتكون داعمة لكلمته، لأن ده بيبين أن هذه المجموعة أو هؤلاء بالفعل إرهابيين ولابد أن تتخذ معهم الدولة هذه الإجراءات. لا هي مش هتخدم الرئيس قوي، يعني لأنه خلي بال حضرتك الإخوان لم يعترفوا ولم يقولوا أنهم يقفون وراء هذه التفجيرات. حتى هذه اللحظة هم يروجون أنهم لا شأن لهم يربطهم بهذه التفجيرات، هذه التفجيرات تقوم بها تنظيمات أخرى، ربما أنا وحضرتك وإحنا في مصر عارفين طبعاً. إنه كلها بتخرج من تحت نفس العباءة بشكل أو بآخر، ودي لها تاريخ طويل مش هنزيد ندخل فيه، لكن هم بيروجوا خطاب سلمي، خطاب
سلمي وان هم ليسوا مسؤولين عن هذه التفجيرات. هذه التفجيرات تقوم بها جماعات اخرى هم ليسوا مسؤولين عنها، وانه المسؤول عنها هو انقضاض الجيش على الديمقراطية، وبالتالي هناك حالة غضب بين هذه التيارات الإسلامية ضد النظام إلى آخره. فهو أنا أعتقد الرسالة اللي هم عاوزين يبعتوها أنه في مشكلة في الشرعية، وأنه في مشكلة في تقبل الشارع المصري للحكم. لكن يعني أعتقد أنه بقليل جدا من الحصافة في صياغة الخطاب، ربما حتى تحدث فيه بعض التعديلات في اللحظات الأخيرة عشان تأخذ هذا الموقف في الحسبان، أنه يقدر يبين أنه تهافت هذا المنطق، وأنه في النهاية يعرضه بشكل مش عايز أقول يقنع الغرب، لأن الغرب في النهاية مش مسألة إقناع، يعني له حساباته يعني. لكن على الأقل يكون في نوع من عدم إتاحة مساحة للغرب بأنه يتخذ هذه الأمور كوسيلة ضغط على مصر. لكن أنا أعتقد أنه في محاولة، يعني في جو عام الآن في الولايات المتحدة الأمريكية بيبحث عن تهدئة مع الدولة المصرية، محاولة تغيير خطاب إلى حد كبير. أستخلي بال حضرتك، واشنطن مش هي فقط البيت الأبيض. واشنطن حاجات كتير، واشنطن هي البيت الأبيض، هي الكونجرس، هي البنتاغون اللي له حسابات لازم البيت الأبيض يضعها في حسابه. والبنتاغون يهمه أنه يحتفظ بعلاقات طيبة مع الجيش المصري ومع الدولة المصرية. فبالتالي أعتقد أنه أوباما مضطراً حتى ولو لم يكن في إدارة، بس في العديد من المواقف برضو لقينا ان موقف البنتاغون ما كانش بالقوة الكافية. يعني اوباما ما خرج وقال ان هو هيفكروا لسه موضوع المعونة، وان هيمنعوا المعونة والطائرات الحربية اللي تم منعها، وبعد كده خرجت العديد من التصريح لا الطائرات هيتم الافراج عنها، لا قريب هينزل. فبرضو مواقف البنتاغون لم تكن بهذه القوة، يعني ما فيش جهة بينهم هتفرض رأيها بالقوة على جهة أخرى يعني. لكن في تفاعلات داخل واشنطن بتؤدي في النهاية لاتخاذ قرار يمثل الدولة الأمريكية. أمريكا دولة عظمى، ما هيش دولة صغيرة، وبالتالي كل القرارات فيها بتخضع لحسابات دقيقة جدا. لكن وأوباما حاليا في وضع سيء مع العسكريين، يعني العسكريين في الولايات المتحدة الأمريكية مش مبسوطين قوي من سياسته، وبالتالي هو مضطر أنه يقدم لهم بعض التنازلات عشان برضو يحظى بنوع من يعني السياسة كده، يعني انه يحظى بنوع من التأييد ليهم، خصوصا انهم داخلين في مواجهات عسكرية في المنطقة، ويهمهم انهم يبقوا على علاقة طيبة مع الجيش المصري ومع الدولة المصرية. ده بالتأكيد يعني البنتاغون من مصلحته انه هو يضغط في هذه النقطة، لانه هيحتاج اشياء. يعني حتى لو مصر لم تشارك عسكريا، ما زال البنتاغون محتاج مساعدات من مصر. هل تعتقد ان المفروض في هذا الخطاب ان يقوم الرئيس بالكشف عن نقول ادله جديده او احصاءات تربط الجماعه بهذه الجماعات اللي هي دايما بتخرج علينا وتقول بتنفي ده اللي انا خايف منه. انا مش عايزه يدخل في هذه المنطقه خالص. احنا ما عندناش كشوف حسابات نقدمها للاخرين. احنا بنقول موقفنا كدوله مصريه هو ايه. الغرب بقى بعد كده هو عاوز يعمل حساباته براحته يعني. لكن ما هو موقفنا، موقف الدولة المصرية في الدفاع عن نفسها، عن وجودها. دي مسألة ممكن صياغتها بأكثر من وسيلة تعفينا من حرج أننا نقعد نقدم تبريرات و يعني والله خدوا بالكم أصلهم عملوا فينا كذا وأصلهم لا. يعني أنا مش عايز الدولة المصرية تدخل في تتكلم من تحت كده لا. طيب بنتكلم بقى، نرجع مرة أخرى إلى استقبال الرئيس السيسي في أمريكا. كيف رأيت استقباله، وهل كان الاستقبال اللائق والذي حلمنا به، وخصوصا بعد استقباله طبعا المهيب في روسيا؟ فكلنا كنا بنحلم باستقبال مهيب، وكنا خايفين إلى حد ما من هذه الرحلة على وجه التحديد، علشان طبعا الجماعة وما حشدته من حشود للقيام بعديد من المظاهرات. وشايف استقباله بقى أولا من الطرف الأمريكي، وثانيا من المظاهرات سواء كانت المؤيدة أو المعارضة. لا، استقبال عادي يحدث في مثل هذه الأمور. خلي بال حضرتك أن الرئيس السيسي مش هو الرئيس الوحيد اللي بيزور دلوقتي نيويورك في هذه اللحظة. يعني احنا عندنا عدد مهول من رؤساء الدول، فالاستقبال ما بيبقاش، ما هيش زيارة رسمية للدولة الأمريكية.
فده مجرد مقر الأمم المتحدة، هو رايح أساسا للمقر وليس لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا ننتظر أنه يبقى استقبال يعني فخيم بالدرجة اللي احنا متخيلينها يعني. فيما بس يتعلق بالطبع كان في العديد من بين الاستعدادات الأمنية الواضحة يعني. عادي، ما هو أصل الولايات المتحدة الأمريكية لو في رئيس دولة حصل له أي شيء وهو على الأرض الأمريكية، صحيح هو مقر الأمم المتحدة لكن في النهاية على الأرض الأمريكية، فهي مسؤولية كبرى على دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية، لابد أنها تؤمنه، وهي تعلم طبعا أنه الوضع الخاص للرئيس السيسي ما هواش زي بقية الرؤساء، في رؤساء تانيين ما فيش حد هيستهدفهم يعني. لكن طبعا وضع الرئيس السيسي في هذه الحالة، وضع الدولة المصرية التي يمثلها الرئيس السيسي، يجعل الولايات المتحدة الأمريكية لابد أنها تقدم له كل ما هو ضروري من أول حماية. المظاهرات مسألة طبيعية جدا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا تقلقنا يعني، إنه يخرج مجموعة من الناس تهتف ضد رئيس معين أو رئيس وزراء معين أو وزير معين في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، دي أمور عادية. وخلينا نتذكر إنه الرئيس بوش اتضرب بالجزمة يعني، فما هي يعني دي مسائل عادية جدا في الغرب ولا تقلقنا ولا تسيء لصورتنا في بالمعايير الغربية. ربما عندنا هنا تقلقنا إنه يبقى فيه هتافات ضد الرئيس وهو نازل، لكن في الغرب لن يلتفتوا إليها كثيرا. وربما تخرج برضو يعني المظاهرات المؤيدة، في جماعات ناشطة عايزة، احنا بالفعل شاهدنا كان في يعني خروج يعني موجود ممكن تزداد يعني. حتى شوية الفترة اللي جاية بعد يوم أو حاجة يعني، أعتقد أنها في الحدود اللي لا تقلقني يعني على سمعة الدولة المصرية أو على هيبة الرئيس المصري في زيارته للخارج يعني. البعض شبه هذه الزيارة بنفس ظروف زيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 1960، ما كان في خلالها برضو نوع من المشاحنات، أو يعني نقدر نقول ما كانش في تقارب مع الإدارة الأمريكية، في نفس الوقت اللي كان في تقارب مع ساعتها بقى كان طبعا الاتحاد السوفيتي يعني، ونفس الظروف إلى حد ما حاليا برضو في نوع من أنواع التقارب مع روسيا وبعض القلق مع الإدارة الأمريكية، خوف من هذه الزيارة أو ما شابه. شايف في نوع من أنواع فعلا التشابه بين هذه الزيارتين؟ نهائيا 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 يعني، أنا لست من أنصار هذه المبالغات، وإننا العصر غير العصر، والدورة اللي حضرها الرئيس عبد الناصر وكان حضرها خروتشوف وكاسترو والأخير، لا كان جو تاني مختلف تماما، وكان في المناخ الدولي كان مختلف تماما. احنا بنتكلم على دورة لما حضرها خروتشوف قلع الجزمة وخبط بيها على لا احنا مش بنتكلم يعني على ده، لكن احنا بنتكلم على ظروف الى حد ما. انا بتكلم حضرتك على انه خروتشوف في ذلك الوقت كان واخد موقف عدائي جدا من الولايات المتحدة الامريكية ومن المجتمع الرأسمالي. النهاردة بوتين وروسيا يهمهم جدا علاقتهم تبقى طيبة بالولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية برضو رغم كل الخلافات يهمها أن علاقتها بروسيا تبقى طيبة. يعني ما نتصورش أو نتخيل أنه أي من القوتين دول هيضحي بهذه العلاقة الخاصة بينهم عشان خاطر أي دولة أخرى يعني. بالتأكيد لابد أننا نكون فاهمين ده. إنما وقت ما الرئيس عبد الناصر زار أو ألقى كلمته في سنة 60 أعتقد في المقر بتاع الأمم المتحدة، لا الوضع الدولي كان مختلف، وكانت الحرب الباردة في أوجهها. لا إحنا ما إحناش عايشين جو الحرب الباردة الآن. وبعدين يعني جو كان جو عالمي فيه زعامات وجو تحرري، لسه دول بتتحرر وبتبحث عن حريتها، الوضع كان مختلف. يمكن كان التشبيه برضو إلى حد ما في استقبال الرئيس جمال عبد الناصر لما دخل القاعة، وكيف استقبله العديد من الزعماء بالتصفيق وما إلى ذلك، وإن هناك توقعات إن ده ممكن يحصل بالفعل مع الرئيس السيسي يعني. إحنا صعب شوية يعني. خلينا بس بدون إقلال في من شأن الرئيس السيسي يعني، لكن عبد الناصر في ذلك الوقت هو ونهرو وتيتو دول كانوا زعماء أنشأوا حركة اسمها حركة عدم الانحياز. بالفعل كل دول اللي بتسمى دول العالم الثالث، أنا ضد هذه التسمية، لكن هذه المجموعة الكبرى من الدول حديثة الاستقلال كانت شايفة في الثلاثة دول رمز قيادي كبير. فعبد الناصر في تلك الفترة كان بيمثل قيمة عالمية كبيرة يعني، والولايات المتحدة الأمريكية كانت تعمل له مليون حساب يعني.
صحيح بعد كده الأمور مشيت في اتجاه تاني، لكن لا في اللحظة دي بالذات لا، يعني عبد الناصر كان له وضع مختلف تماما، مش لوحده، الظروف العامة كانت مختلفة، الدولي كله كان لكن مختلف. ما نتوقعش ده عند مثلا إلقاء الكلمة أو ما عشان بس ما نقعدش نبني هيبقى في استقبال، ده رئيس مصر في النهاية يعني قبل أي شيء آخر، ده رئيس مصر يعني تأكيد. لكن مش نفس الزخم اللي كان موجود مع عبد الناصر في لحظات التحرر الوطني اللي كانت دول كثيرة بتتوق لأنها للتحرر وشايفة فيه رمز لهذا التحرر. طب دكتور الوضع مختلف. وبعدين خلي بال حضرتك برضو لما عبد الناصر ظهر كان يعني علاقتنا بالولايات المتحدة الأمريكية ما كانتش سيئة قوي للدرجة دي يعني. لا كانت أسوأ من كده. لا 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 لا, لا أسوأ. ما كانتش أسوأ يعني مش بالدرجة اللي حضرتك متخيلها. يمكن عشان ما كنتش حاضرة. لا يعني برضو أصل إحنا ساعات بنبالغ في حاجات يعني. طبعا كان في خلافات كبيرة وكل اللي حضرتك عايزة تقولي، بس ما كانتش التوتر القديم يعني لما بهذا الشكل. طب معلش يعني أنا لازم هخرج لفاصل، أنا قاطع حضرتك، هخرج لفاصل يا دكتور وهنرجع نعرف بس شكل العلاقات في هذا الوقت، وأيضا نعرف بقى هذا اللقاء المرتقب ما بين الرئيس السيسي والرئيس أوباما، أول لقاء بعد تولي الرئيس السيسي المسؤولية، ماذا نقدر نقول، إيه ممكن تكون نتوقع أجندة هذا اللقاء بعد فاصل قصير، انتظرونا. برحب بحضراتكم مرة أخرى وبرحب بضيفي الكريم مرة أخرى. مرة أخرى أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. وقبل الفصل حضرتك كنت بتشرح لنا بس بشكل سريع كان شكل العلاقات إيه، علشان بس ما أنا أسفة طبعا لمقاطعة حضرتك، لكن كان شكل العلاقات إيه كان أيام عبد الناصر زعيم طبعا الكبير عبد الناصر، والآن علاقتنا مع مصر وبأمريكا الاختلاف يعني. يعني العلاقات المصرية الأمريكية دايما كانت علاقات متقلبة، ممكن تبقى سيئة جدا وممكن تبقى حسنة جدا. خلينا نقول أن أول الثورة ما قامت ثورة 52 يعني الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أنها تتقرب بشكل كبير من حركة الضباط الأحرار، وكان في يعني حتى السفير اللي كان مصاحب للملك فاروق وهو بيسيب مصر كان السفير الأمريكي، وكان على علاقة كان على علاقة طيبة بمحمد نجيب بالرئيس محمد نجيب، وأهداء وأمريكا حتى أهدت الرئيس محمد نجيب مسدس أعتقد من الفضة أو من الذهب حاجة زي كده. حتى عشان بس ما نبعدش عن الموضوع، لكن حضرتك شايف إن العلاقات في هذا الوقت كانت يعني حاليا أسوأ ولا أيام الزعيم الراحل أو بالتحديد في الزيارة 1960 كانت أسوأ؟ أنا في تصور أصلا برضو يعني الإجابة ما تبقاش كده يعني، يعني مع البيت الأبيض، لو حضرتك عايز تقولي مع البيت الأبيض أعتقد مع البيت الأبيض حاليا أسوأ. حاليا أسوأ. أسوأ. ربنا يستر. خلي بقى يعني تذكري أنه رغم أنه كانت علاقتنا سيئة بالولايات المتحدة الأمريكية وقت أزمة تمويل السد العالي، ده صحيح، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت لصالحنا بعد العدوان الثلاثي. ففي في في حاجات يعني يجب اننا نتتبعها، العلاقه ما هياش ثابته، هي بالتاكيد علاقه ما فيش علاقه بين الدول يعني لحد كبير لازم بيبقى فيها اخد بالظبط ومد وجزر وكل حاجه، وخصوصا في السياسه مجال السياسه مجال مصالح لاكثر يعني. طب معنا على الهاتف سياده السفير محمد صبيح الامين العام المساعد الجامعه العربيه لشؤون الدوله المحتله، اهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا بك. الحقيقة طبعا احنا بيشغل بالنا الى حد كبير الكلمة التي سيلقيها الرئيس السيسي في الأمم المتحدة، وطبعا يعني الى حد كبير من الأمور المتوقع الخوض فيها هي طبعا القضية الفلسطينية، فنقدر نعرف ايه توقعات حضرتك لطرح الرئيس السيسي لهذه القضية او لكيفية الوصول لحلول يعني؟ دعيني اقول ان هذه الزيارة للرئيس السيسي مهمة للغاية بالتأكيد للأمم المتحدة، وهو يطل على المؤسسة الدولية وعلى رؤساء الدول في هذا التجمع الكبير، ولديه دعم قوي من الشعب المصري، كان هناك 30 مليون أيدوا ما يراه الرئيس السيسي لمستقبل مصر، ثم هذا التبرع الهائل الذي أظهر أن الشعب المصري لديه قيادة قوية وهو شعب قوي ويريد أن يتعامل بالندية وليس بالتبعية. كانوا يظنوا أن قليلا من الضغط على مصر سوف تكون مصر تابعة للسياسة الأمريكية في المنطقة.
طب في سنة التطورات الأخيرة وما شاهدناه في الأرض المحتلة طبعا من أحداث كانت مؤسفة للغاية طبعا، وأيضا التهدئة يعني حاليا اللي بنحاول لسه لغاية النهاردة في نوع من أنواع المفاوضات، طبعا هي ليست المفاوضات مباشرة ولكن هناك مفاوضات حول هذه التهدئة. إيه ممكن تكون المطالب أو ماذا تتوقع أن يكون الطرح حول هذه القضية؟ صحيح، أنا أقول أيضا أن الرئيس السيسي وهو الآن في الولايات المتحدة كان قد التقى بالرئيس محمود عباس في القاهرة، وكان هناك اجتماعا لوزراء الخارجية العرب من ضمن خطة تحرك واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية ومع الإدارة الأمريكية وفي الأمم المتحدة. والآن بعد العدوان الشرس على غزة وما يجري الآن في القدس، هناك سياسة فلسطينية عربية لإنهاء الاحتلال وليس في الدخول في إدارة أزمة واللف والدوران وتضييع الوقت. أنا الآن هناك في القاهرة محادثات أولا لتقوية الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهذه خطوة تدعم الوفود العربية الموجودة هناك. الخطوة الأخرى أن هناك مفاوضات منفصلة للوصول إلى تهدئة ثابتة ومستمرة طبعا برعاية مصرية، وهناك أيضا مؤتمر للمانحين في أكتوبر القاهرة ترعاه. وبالتالي نقول أن السياسة المصرية التي ستطرح في الخطاب في الأمم المتحدة أن القاهرة ند وتتعامل بندية مع كل الدول، وهي حريصة على السلام وتعمل من أجل السلام، وهي تقف ضد التشويه في المنطقة وضد التجمعات التي لا تأخذ بميزان واحد التصدي للإرهاب والتصدي لهذا الذي فرض علينا بدون أي داعي. فالسيسي بإطلالته سيكون موقف ليس مصري فقط ولكن موقف عربي قوي يطالب بالحقوق العربية ويؤكد أن الأمة العربية قادرة على أن تأخذ دورها بعيدا عن التبعية. حضرتك هل ترى أن الحدث الذي شاهدناه أمس وهو يعني محاولة نقدر نقول دخول أو يعني تطاول بعض المستوطنين تحت حراسة الجيش الإسرائيلي على الجامع الأقصى ممكن يكون لها تأثير على المطالب أو على هذا الطرح؟ بالتأكيد، القضية الفلسطينية متكاملة الأركان. أولا قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو، الأمر الآخر هو تحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل، هذا ما يريد الجانب الفلسطيني، ثم أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وفي منتصفها وفي قلبها الحرم القدسي الشريف. وبالتالي هذه الاستراتيجية هي مبنية على مبادرة السلام العربية، ومصر تقود هذا التجمع الآن في الأمم المتحدة بوجود أبو مازن والأمين العام للأمم المتحدة، وأيضا سيتحدث الرئيس السيسي أمام العالم باسم المجموعة العربية في اجتماع المناخ. يعني هيكون من ضمن هذه المطالبات يعني نقدر نقول دور مصر أو ما طلبته مصر من خلال الطرح بتاعها في التهدئة إلى حد كبير. نعم بالتأكيد، مصر تعمل على التهدئة، على وقف اطلاق النار، على التهدئة، على التأكيد على هذه المطالبات، إصرار على غزة وإدخال مواد لإعادة الإعمار الشعب الفلسطيني الذي صمد في غزة وهو الآن في وضع صعب للغاية معيشيا، علينا أن نمده بكل ما يلزم وأن نحفظ له السلامة بعد ثلاث اعتداءات وحروب في 7 سنوات، وهذا أمر لم يحدث في التاريخ. بالتأكيد سيادة السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون الأراضي المحتلة، جزيل الشكر، وأرجع لحضرتك دكتور حازم حسني أستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. كنا توقفنا عند موضوع مهم جدا وهو أول لقاء بين الرئيس السيسي والرئيس باراك أوباما بعد تولي الرئيس السيسي السلطة. حضرتك تتوقع هذا اللقاء أهم النقاط اللي ممكن تكون على أجندة هذا اللقاء؟ أعتقد أنه هيكون لقاء بروتوكولي أكتر منه لقاء في العمق، يعني أعتقد أنه هيكون مناسبة لكسر التلج
بين البيت الأبيض في الولايات المتحدة وبين الرئاسة في مصر، ومحاولة يعني إبداء حسن نوايا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الدولة المصرية، وإنه ما فيش عداء يعني أو كاس أو خلينا نقول تخلي عن فكرة إن مصر حليف قوي للولايات المتحدة الأمريكية من خارج حلف الأطلنطي. ده الوضع اللي كانت مصر أو على الأقل الولايات المتحدة الأمريكية كانت بتنظر من خلاله لمصر، يعني إنها حليف قوي للولايات المتحدة من خارج حلف الأطلنطي. وبالتالي أنا أعتقد إن هو هيكون حريص على تأكيد هذا المعنى لكي يبقي على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا البنتاغون الأمريكي مع الدولة المصرية. السياسة الدولية كلها مصالح، والولايات المتحدة الأمريكية محتاجة مصر بشدة. ولكن أكثر من مرة صرح الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية أنها مع الموقف ومصر وأنها تدعم مصر بشكل كبير جدا، وكان بيكون رد الإدارة المصرية أن احنا عايزين إلى حد ما نرى هذه التصريحات بالضبط بشكل عملي. هل سيكون من ضمن هذا اللقاء نوع من أنواع المناورات السياسية حول كيفية يعني تحويل هذه التصريحات إلى واقع على الأراضي؟ ربما ده مجرد تصور، انه ربما بالتأكيد احنا كلنا بنقول ده تكهنات. لو ربطت التصريحات اللي اتقالت في الفترة الأخيرة عن نية الولايات المتحدة الأمريكية انها تسلم طيارات الاباتشي لمصر، فأعتقد انها ممكن تترجم بعد اللقاء وبالتالي تبان وكأنها لسه أمس على ما أعتقد كان تشاك هيجل عمل اتصال تليفوني مع فأعتقد أنها هتبقى مناسبة أنه بعدها يتم تسليم هذه الطائرات، وبالتالي يبان الأمر وكأنه يعني تم كسر خلاص التلج اللي كان موجود بين أو سوء التفاهم الدبلوماسي اللي بين الدولتين، وأنه كل شيء على ما يرام. وبالتالي أعتقد أنه هيبقى مناسبة للتعارف، وكل واحد فيهم يختبر شخصية الآخر. يعني اعتقد ان هو محتاج الرئيس اوباما ان هو يلتقي بالرئيس السيسي وجها لوجه بحيث انه يستشف منه نواياه ممكن تبقى شكلها ايه، لكن مش هيبقى فيها نقاشات عميقة قوي اكتر منها إزابة كل الجليد اللي موجود أو اللي تكون خلال الفترة اللي فاتت. وأعتقد أنها هتتوج بأنه الأباتش تتسلم لمصر فعليا. يعني طب هيكون في طرح مثلا لموضوعات أو ملفات زي ملف السوري، ملف العراق، ملف ما يحدث في ليبيا أو ما شابه؟ لا ما أعتقدش، ما أعتقدش أن ده هيتم على هذا المستوى. يعني دي قد تكون بقى بعد كده هوت مباحثات، ولا حتى في خطاب الرئيس. يعني ربما يشير إليها إشارات، لكن أنا أعتقد أن الدولة المصرية أصلها يعني الدولة المصرية أصلها لا تريد أن تتورط في صراعات إقليمية تجرنا خارج. يعني إحنا مصر ما زالت لسه في حالة نقاهة يعني، بالتأكيد. فأنا أعتقد أنه أجهزة كثيرة داخل الدولة المصرية لا تستريح لفكرة أننا نتورط في هذه الصراعات الإقليمية حاليا يعني. وبالتالي أعتقد أنه لو أشار إليها هيشير إليها إشارة سريعة، ولن يتخذ في يعني لن يطرح بشأنها رؤية قوية واضحة. تبقى رؤية عامة، مبدأ عام، يعني أننا مثلا مع وحدة التراب الوطن السوري والوطن العراقي، لكن يعني مجرد إشارة لضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية والأراضي السورية، لكن مش هيطرح طرح يعني استراتيجي يتعلق ب في تصوري يعني انه بما يعني يجعل الدولة المصرية تنزلق او تتورط في اي موقف. يعني مش هيكون طرح على هذا المستوى يعني من التفاصيل وما الى ذلك، بما يورط الدولة المصرية لا. طيب اخيرا بقى، هل هذا اللقاء او يعني نقول هذه الزياره بشكل عام ممكن تكون صفحه جديده، يعني نقدر نقول انها تصفيه للعلاقات، مرحله جديده للعلاقات المصريه الامريكيه، وعوده مره اخرى لدور مصر الاستراتيجي الهام السياسي في كل الملفات العربيه؟ لا، موقف مصر الاستراتيجي مش هينتج عن او تطور او يعني استعاده مصر لموقعها. ده لن يكون نتيجه لمثل هذه الزياره. ده هيكون نتيجة اننا احنا هنا نستف اوراقنا بالشكل اللي يجعلنا نفرض كلمتنا على الاخرين. حضرتك مش شايف ان احنا بدأنا بالفعل في هذه الخطوات؟
يمكن برؤيتي أنا مش بالقدر الكافي. لكن يعني أتمنى أن احنا نتعافى بشكل أفضل وأن الدولة المصرية تقف قوية على أرضها وبالتالي يكون عندها القدرة على أنها من غير حتى هي ما تقول هتبقى هي. أنا كنت أتمنى أن يكون في وقت أكتر عشان أعرف ليس بالقدر الكافي طب إيه المطلوب أن احنا نعمله أو إيه كان ملفات الضعف. فالحقيقة دي إن شاء الله يكون في لقاء آخر جزيل الله. شكرا دكتور حازم حسني أستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. جزيل الشكر. شكرا على الاستضافة يا فندم. شكرا لوجود حضرتك معنا. وبعد الفاصل هنبدأ بقى نتكلم عن العام الدراسي الجديد والعديد من مش هنقول عشرات بقى نحنا بنتكلم عن آلاف من التلاميذ دلوقتي في المدارس. هنشوف ازاي ممكن نكتشف التلميذ المجتهد, ازاي نقدر نهيئ سواء مكان في البيت او في مدرسة المناخ الملائم علشان يكون عندنا تلاميذ سواء كانوا علميا او عمليا متفوقين. بعد الفاصل.